وباين قدامنا الجهاز الفني والإداري لنادي سموحة. وأفوم يا ولد يا ولد يا ولد يا صامول يا أفوم، بيفاجئ النادي الأهلي صامول أفوم وبيسجل التعادل لسموحة. هدف رائع، هدف حلو وهدف جميل جدا، هدف ممتع. اهي الكورة وهي المحاولة، افوم لف بواقي الجمعة وادي الهدف يا ولد. ركنها 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 في حتة صعبة. حد يقدر يقولي الهدف ده بيفكره بهدف مين؟ هي صعبة على شيب اكرامي وصعبة جدا على اي حارس مرمى، لكن مهارة افوم بتعيد نادي سموحة مرة تانية للمباراة. مهارة صامول افوم بترجع سموحة للمباراة. والهدف اقول لكم بيفكرني بمين؟ وجونيور يلعب لكن كرته عالية والخارج ارض الملعب والضربة مرمى. الكابتن حسن حمدي بيظهر دلوقتي في ارض الملعب.